بوسكيتس وبيدري وفرانكي ديونغ حاولوا إرباك حسابات نادي برشلونة، ولكن على طول المرة دي 6 دقائق مضت من أحداث المباراة. لسه اللقاء لقبين في الدوري وأيضا بلقب كاس ولقب سوبر. عادي أمامنا جافي، جافي اتزحلق أمامنا جافي، اتزحلق النجم جافي أمامنا هنا صاحب الأداء المميز. ليفاندوفسكي أمامنا بأهدافه بتألقه 11 هدف، لكن راية وتسلل ليفاندوفسكي طبعا بيقدم 11 انتصار للبارسا وثلاث تعادلات واخر فداء. وديمبلي الهدف الاول، ولكن يوناي من دييغو ماربيرو المساعد في اللقطه الفنيه. تسلل واضح، نوير امامنا كره اماميه ليفاندوفسكي، كرات الاماميه السريعه ليفاندوفسكي، وانتظار المواجهات القادمه ان شاء الله في كاس العالم منتخب من جانب ديمبلي، والكره العرضيه وراسيه هو نويها امامنا هو يا ولد ليفاندوفسكي، ولكن لسه ننتظر الفار وننتظر القرار. لكن ديمبلي الاولى شالها يوناي سيمن، والثانيه شالها حلو قوي ليفاندوفسكي، بقى عمل الاوفر عمل الكروس وعثمان امامنا هو الادوار. ادي بيدري اللي بقى في المقدمه كويليامز، لكن يا ولد اليكس بالدي، وفي فاول على دي ماركوس، فاول وانذار لدي ماركوس، اول انذار جانب اللاعب الدولي امامنا هنا اللاعب المميز اللاعب نيك فتره ولايه ثالثه ودرب البارسا ويبحث هنا عن التعادل في هذه اللقطه مرتين على المرمى. ديمبلي كان في الدقيقه 11 قبل الكره اللي يجي منها الهدف، كنا من جانب اللاعب ديمبلي يلعب الكره العرضيه، لكن ديمبلي عملها حلوه قوي. سيرجيو روبرتو الطريق الى المرمى، سجل في بلد الوليد هذا الموسم، وهدف رائع التناغم رائع في اللقطة اللي فاتت، وتمريرة رائعة الحقيقة. وسيرجيو روبرتو يسجل الهدف الثاني امامنا هو في لحظات تفوق من جانب نادي برشلونة ينهي المهمة. سيرجيو روبرتو في دفعة في فاول عثمان ديمبلي، تمريرة حلوة يا ولد على الهدف، يا على المتعة ليفاندوفسكي البولندي الرائع، هدفه رقم 12 في الليجا وجايب 5 أهداف في مسابقة دوري الأبطال. أي روعة، هجمة حلوة، لكن إيه ديمبلي ردها لك، ديمبلي قال له وفريق طبعا أتلتيك بالباو منهم 182 مباراة في إطار الدوري، فاز البارسا في 91 وتعدى 31 وفاز بالباو في 60، لكن أداء مميز. وادي اللي فايق قوي النهارده عثمان ديمبلي، عثمان كان في 2017. ادي امامنا هنا ليفاندوفسكي انتظره قال له تعالى، وراح حطتها له ايه بالمسطره، عاملها له بالمسطره، نشنها امامنا ايه بالمقاس بالسنتي، والقرار هنا تلمس الكوره تعمل ديفليكشن تغير اتجاه الكوره في بيكيت راجع كثيرا. ادي امامنا الهدف الثالث، بص الاستلام، شوف الاستلام وشوف بقى الاستلام بالدوران، يعني بص اللي بيحاول نيكو ويليامز عرضيه خطيره، لكن جوردي البا عدى حلو قوي اليكس بالدي، مراوغة روعة، لكن ايه لم ارى اتلتيك باسماء كثيره. ادي امامنا انطلاقه، ممكن هدف جديد، يا كيسي، لكن المره دي رايه وتسلل. كيسي كان هيسجل مع لحظات الاولى، اللاعب اللي بينطلق نيكو ويليامز واحده من الكرات الغير مقبوله. وادي اليكس بريدجر والاختبار الاول اهو، الاختبار الاول لحارس المرمى الحارس تيرشتيجن، اول كوره من اللاعب رينيجر دي، وصراع مع اللاعب الشاب، وانطلاقه في الجانب اليمين سيرجيو روبرتو، لكن بعيد شيء يحسب للجهاز الفني بقياده لويس انريكي. اللي فايق هيطمع ولا هيمرر، وترتد الكره من قدم بيدري في القائم اليمين، كره في القائم اليمين سيرجيو روبرتو ما طمعش في الكوره، وصل بيلعب بمزاج وفايق يا ولد على التمريره. عايزه مش يومهم النهارده بالباو في مباراه اليوم، تغطيه دي في مباراه هنشوف امامنا هنا. ادي الكوره فاول لصالح بيلباو، اخوان مارتينيز مونيرا حكم المباراه، دييغو باربيرو، ميغيل مارتينيز، خوزيس بالدي عدي المهاره يا ولد على المهاره، لكن المره دي بقى الكره تطول منه وتصل الى حارس المرمى الحارس يوناي سيمن. دوري بيتكلم على الدوري، على طول كره عرضيه، ادي محاوله جايه ياكي ويليامز كره في العمق المره دي، لكن بعد الفوز اللي كان على فيا ريال وبعد الاداء للقاءات القادمه ان شاء الله في الدوري اللي هيلاقى سيرجيو روبرتو. ديمبلي في العمق لسيرجيو روبرتو، لكن يعمل عثمان ديمبلي بيعمل كل حاجه، انا رايي كفايه عليه كده عثمان ديمبلي، يعني يريح يدي مره ثانيه ديمبلي الى كيسي الكره.
اللاعب نيكو ويليامز اللي بيحاول يا ولد عاملها حلوه لكن فران توريس يضيع ينزل انسو فاتي انسو فاتي يا ولد يا ولد انسو فاتي انسو فاتي اللي وضع نفسه في هذه الكره في هذه اللقطه سجل في مرمى دخل مكانه سانسيب واذكر ايضا باصابه جافي قاتل لنجم كبير وادي امامنا استلام فران توريس الرابع الرابع ايه يا ديمبلي ايه يا ديمبلي اللي بتعمله ده ديمبلي ايه ديمبلي زي ما عملها مع اللاعب المميز سيرجي روبرتو وعملها مع ليفاندوفسكي النهارده ديمبلي يصنع لفران توريس وفران توريس امامنا هنا هو بمنتهى الثقة بمنتهى الثقة الهدف